الاسم العلوي البغيثي الزبير، انا واحد من الشرفه ديال سيدي عبد الرحمن. هذه المساله ديال الشرفه ديال سيدي عبد الرحمن باش نعطيها تفسير في الاول باش الانسان يكون واضح بالحيثيات. حنا الشرفه علويا، هذا الضريح تعطى لنا بواحد الهبه ملكيه مع المغفور له محمد الخامس الله يرحمه. عندنا جوج ديال الاظهره، عندنا ظاهر تعطى لنا في 1917 وعندنا الظاهر الثاني تعطى لنا في 1943 كهبه ملكيه. بقات العائله ديالنا هي اللي كتحرص على تحطيس سيدي عبد الرحمن، كتقوم باللازم، كتقوم بالاصلاحات. ما غاديش نقدر نلزم لك بشي كلمه ونتحمل مسؤوليتها. ما قالوش غادي نحيدو، اللي قال لك خاصكم نتوما الناس اللي كاينين لداخل كلشي يهز حوايجو ويخرج. عندك مهله حتى اليوم مع العصر. هادشي ما عمرو كان في الضريح، ما عمرو كان، عمر كانت شي طقوس ديال الشعواده ولا كانت شي طقوس خايبه ولا في الجوانب، ما عمر كان هادشي. ما بغيناش نلوحوا اللومه على شكون وشكون اللي غطى الطرف ولا شكون اللي غمض العين. حنا دابا كندوي دابا في الحاضر. دابا الناس هما خذوا القرار ديال هادشي ما غاديش يبقى، غادي يبقى غير الضريح، ما كاين حتى شي مشكل. تخذ القرار تنفذ، الناس امتثلوا. حتى انا من الناس اللي كان عندي، انا من الشرفه وكان عندي بيت لداخل بيت برا، وتواجه في الهدم ما دوينا ما تكلمنا، كلشي امتثل القرار. دابا المشكل ديال القرار الثاني دابا اللي جا، دابا جا قرار ثاني جاو البارح، البارح جاو قال لك الناس اللي لداخل خاصهم يخويو. علاش؟ قال لك اصلاحات. قال لهم يبقى واحد اللي مكلف هنايا بالضريح يبقى. قال لك لا ما يبقى حتى واحد، كلشي البيوت يخوا ويهزوا حوايجكم، اللي عنده شي حاجه هنا يخويها، كلشي خاصو يخرج. الضريح خاصو يبقى خاو، غادي دار اصلاحات شهر شهر ونص. دابا الا جيتي تتهضر على واحد هبه ملكيه لواحد الناس، معنيتها هما راه مكلفين به. إذن لك تبغى تنفذ شي قرار انت كسلطه، خاصك تعيط على الناس اللي مكلفين بالضريح، كتشرح ليهم، كتشرح هذه باش هما تيمشيو معك في المسار. دابا هاد الناس الله يجازيهم بخير ما اتصلوا بينا، ما اتصلوا حتى شي واحد من الشرفه. انا كنت من الناس اللي عندي بيت على برا، شمني القرار ديال انا ديال الهدم، ما دوينا ما تكلمنا. ملي درنا الاجتماع مع السلطه، ماشي احنا، ماشي كشرفه، لا كساكنه اللي على اللي عندهم البيوت على برا، درنا معاهم اجتماع. مشات كاع الساكنه اللي غادي تعرض للهدم، مشى داروا اجتماع مع السلطه، قالنا غادي نصيبوا لكم الدواسه ديالكم وغادي نوصلوها، الدواسه ديالكم غادي يوصلوا، وحنا ما نوعدكم حتى شي حاجه. القرار تيبقى الناس اللي غادي يوصل لهم لي دوسي ديالكم هما اللي ياخذوا القرار. ما نقدروا نقولوا لكم ما تعطاكم فلوس لا بقعه لا دار لا حتى شي حاجه. شوف هما اشنو غادي ياخذوا، كانت شي حاجه هما خذوها راه غادي توصلكم، حتى شي واحد ما غادي يضيع. اللي عنده ملك ولا اللي عنده دار ولا شي حاجه راه بطبيعه الحال ما غاديش يستافد، والناس اللي ما عندهمش راه غادي يشوفوا في الامر ديالهم. حنا ما دوينا، ما حنا فهمتي الامتثال كامل، ماشي غير بوحدي ولكن حتى الناس ديال السلطه دواو بواحد الطريقه طيبه. حنا امتثلنا القرار، الساكنه هي امتثلت القرار، كلشي فرغ بواحد الطريقه سلسه ودازت الامور بسلام. صافي تم الهدم. حنا كشرفه ديال سيدي عبد الرحمن طبيعه الحال ما غاديش تمشي في حالاتك، راه غادي تدخل لداخل، حيت ملي قال لك الضريح ما غادي يوصلوا حتى شي حاجه والشرفه ما غادي يوصلهم والو، والضريح غادي يبقى في امان. دابا من بعد هذه بواحد اسبوع تقريبا وقع هذا الشيء، حنا هزينا حوايجنا دخلنا لداخل، الناس اللي شرفه والناس اللي خدامين مع الشرفه حتى هما دخلوا لداخل. ما غاديش تسمح في واحد اللي يخدم معاك 40 سنه لا انسانيا لا فهمتي، ما غاديش يتقبلها العقل فهمتي. من بعد دابا كنتفاجئوا ان السلطه حضرات عاوتاني البارح، قالت لنا الناس اللي لداخل ما حدوش، ما قالوا لك لا الشرفه لا هذا، قال لك الناس اللي كلهم اللي كاينين لداخل خاصكم تهزوا حوايجكم وتخويو. قلنا لهم علاش؟ قال لك كاين اصلاحات مده شهر شهر ونص، مده ما محداش. دابا حنا دابا اللي كان السؤال اللي كنطرحو، حنا كشرفه ديال السيد اول حاجه ما حتى واحد من السلطه ما دوا معنا ولا اتصل بينا ولا دار اجتماع خاص مع الشرفه ديال السيد. ومعروف بان هذا السيد الشرفه ديالو ماشي غجا ولا شرفه ولا لا، هذه كما قلت لك في الاول وسبق ذكرت هذه هبه ملكيه مع المغفور له محمد الخامس رحمه الله.
بظاهر شريف، والظاهر الثاني تعطى في 1943. يمكن راه كتشوف المده 1943 كتشوف المده طويله، والظاهر الاول عندنا في 1917، الظاهر الثاني في 1943. اذا ماشي حنا ولاد قلنا حنا الشرفه هذه 20 عام ولا 40 عام، ملي كتهضر على 1943 راه كتهضر على اكثر من 77 سنه. هذا الظاهر الثاني، الظاهر الاول في 1917، راه من بعد الحمايه في 1911 يمكن 12 بعد الحمايه خلينا نحطنا الظاهر الاول، الظاهر الثاني في 1943. اذا وهذاك الجد ديالي وكان تيتسمى المزوار هو اللي كيكون مكلف بالسيد. وبقات غادا الامور زعما الحمد لله بقات غادا بسلام، وغادا كان احترام كبير للشرفه، كتوصلنا هدايا الحمد لله، كانت الامور مزيانه. وقعوا الاغلاط وقعوا هذيك، ما غاديش نرجعوا الاخطاء باش نحملوش مسؤوليه لاي واحد، كاين الناس اللي توفى وكاين الناس اللي باقين في الحياه. من بعد صافي كيما قلت لك جا القرار ديال الدراسه ديال البنايات اللي حيطه بالضريح، سولنا على الضريح قال لك ودي الضريح ما غاديش يتقاس والشرفه ما غاديش نقيسوهم. دابا التساؤل كما باين وواضح، حنا كشرفه وهذه هبه ملكيه مع المغفور له محمد الخامس رحمه الله، الهبه الملكيه ما توحد في استطاعته انه يحيدها. هو لا تسمو لي هاشم بما توجد ضريح الولي سيدي عبد الرحمن مول المزبار بشاطئ الدار البيضاء، وقسم لما توجد بينهم ثلاث، الثلث للنفيس المذكور يعني بها العلوي البيتي، والثلث لورثه مولاي عبد الحفيظ، والثلث لورثه مولاي هاشم. خصصنا بينهم النسبه المذكوره بشرط القيام بالاصلاح وعدم تغيير الضريح المذكور.